العظيم اللي قاموا بيه والدؤوب يعني والإصرار. والحقيقة إن أنا لقيت كمان هذا المجهود ليه أصداء واسعة مش في مصر بس، في العالم العربي كله. يعني أنا في زيارات أخيرة لقيت ناس أصدقاء بيتكلموا على هذا النشاط وهذه البادرة بإقامة معهد الكادر الناصري، وكانوا يعني فخورين جدا بهذا العمل وكانوا سعداء جدا. وبأحيي طبعا كل اللي ادوا أغلى حاجة لهذا العمل وهو الوقت، لأن الوقت أغلى حاجة، الحاجة الوحيدة اللي نشوفه واحد يعوضها، فلوس تقدر تعوضها، أي شيء ممكن تعوضه إلا الوقت والصحة. بشكر كل اللي جم وادوا وقتهم ومجهودهم، على رأسهم طبعا أخويا العزيز أستاذ محمد الشرقاوي ومهندس محمد الشرقاوي، مش مهندس برضه مش كده؟ لا محاسب. محاسب. وكل بقى اللي جم حضروا، من الأستاذ جمال شقرة، أخويا العزيز الدكتور صفوان حاتم، أستاذنا الجميل محمد رضا طلبة، محمد رضا طلبة، والأستاذ الجميل عاصم الدسوقي، وكل الإخوة العزاز اللي جم شاركوا في هذا العمل. وإن شاء الله يعني دي تكون بذور طلعت علشان تنشر وتوعي. يعني هي مش عملية نشر، إن احنا أكثر من نشر شايف ده عملية توعية لأن التجربة دي اللي عاش في مكان أجلها جمال عبد الناصر هي تجربة للشعب المصري والشعب العربي لخير هذا الشعب، وسواء في مصر أو في الأمة العربية، ولتحقيق أمال هذا الشعب في إقامة مجتمع ترفرف عليه الرفاهية، مجتمع الكفاية والعدل اللي كان بيأمل عبد الناصر أن يتحقق، وكان بيأمل إنه لو ما قدرش يحققه إنه يجي اللي بعديه يكملوا عليه ويزيد. وهذا صور أنا حاول كلمة بالحي أول دفعة. ها؟ الأستاذة أسماء عادين صور، احنا صور استني يا رب.